تعالوا نبتدي الأول مع بعض نشوف الجرايد قالت إيه عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة. الأهرام: الأهلي يتعادل مع الوصل 2-2 في ذهاب دور 16 للبطولة العربية. غياب التركيز عن لاعب الأحمر وجهازهم الفني والهجمات المرتدة سلاح تفوق بطل الإمارات. الأخبار: الأهلي يفقد ذاكرته الكروية ويتعادل مع الوصل 2-2 في البطولة العربية. الفريق الإماراتي يهدر الفوز في الدقيقة الأخيرة وعلامات استفهام على أداء المارد الأحمر. الأهرام المسائي: الأهلي ينجو من كمين الإمبراطور. المساء: عملها مروان قبل فوات الأوان. الأخبار المسائي: الشياطين يفلت من الوصل، الأحمر يتعادل مع النادي الإماراتي في الوقت القاتل بكأس زايد. أخبار الرياضة: تعادل عربي يضع الأهلي في خطر، الوصل يكشف العيوب قبل القمة الإفريقية. الشروق طوارئ في الأهلي استعدادا لنهائي أفريقيا. يوسف يفرض حظر إعلامي على اللاعبين ويعزلهم عن السوشيال ميديا ورفض الراحة استعدادا للترجي. أخبار الرياضة: نهائي دوري الأبطال بنكهة عربية، الأهلي والترجي سباق 180 دقيقة على الذهاب الأفريقي. أخبار الرياضة: لتفادي أخطاء النسخة الماضية، الأهلي يبحث عن الأميرة الأفريقية في برج العرب، رهان على النجوم وموقعة الإسكندرية تعود بالفوائد هذه المرة. أخبار الرياضة: كارتيرون نسعى لحسم اللقب بعيدا عن عقدة رادس. الجمهورية: 60,000 تذكرة للمباراة، محارب جاهز للترجي والفريق يواصل الاستعداد بدون راحة. فوز اليوسف: المحارب جاهز، طبيب الأهلي إسلام يخوض نهائي أفريقيا. نروح سريعا لتفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم لأخبار النادي الأهلي من على الجرايد. أخبار الرياضة قالت إن كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي طول الفترة اللي فاتت دي كان طبعا حريص جدا إن هو يبعد كل لعيبة النادي الأهلي عن التوتر، طبعا ده كان مهم جدا بسبب مباراه نهائي افريقيا، ولكن برضه هو كان حريص ان هو يحضر اللعيبه من فريق الترجي التونسي. وقال كارتيرون ان هو ما فيش بديل قدام النادي الاهلي غير ان هو يحقق الفوز، فوز كبير كمان في لقاء برج العرب، لان المباراه دي هتكون فاصله بالنسبه للفريق في مشوار حسم اللقب. واكد كمان ان هو دايما مع مقوله اللعب لاخر دقيقه والانتظار لمباراه الاياب في رادس، ولكن المره دي الامر مختلف لان هو عارف كويس جدا ان الترجي مش هيسمح بتكرار اللي حصل قبل كده من النادي الاهلي اكتر من مره في رادس. كمان الشروق قالت ان كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي فرض حظر اعلامي على كل لعيبه الفريق، وده حرصا منه على الحفاظ على تركيز الجميع في مباراه الترجي في نهائي دوري الابطال. وقال كمان ان على الجميع وضع اسم النادي الاهلي فوق كل شيء لتحقيق لقب البطوله، وطلب محمد يوسف من كل اللعيبه البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لانها ممكن تاثر سلبا على اللعيبه في الفتره اللي جايه. كمان روز يوسف قال ان اكد خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي ان اسلام محارب لاعب الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي مساء يوم الجمعه اللي جاي على استاد برج العرب في اسكندريه. وقال كمان ان الجهاز الفني فضل تجهيز اللاعب لمباراه نهائي افريقيا وابعاده عن مواجهه الوصل الاماراتي. دي كانت أهم المنشطات والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض أهم المواقع الإلكترونية كتبت إيه عن النادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: محمد يوسف أغلقنا صفحة الوصل وسوف نستعد جيدا للترجي في النهائي الأفريقي. بوابة أخبار اليوم: كارتيرون الثقة الزائدة سبب التعادل مع الوصل. يوسف: سنتأهل من ملعب الوصل وأحذر من نغمة الكعب العالي أمام الترجي. الأهرام سبورت: الأهلي يبدأ استعداداته للترجي بدون راحة. اليوم السابع: الأهلي يمنع تورم أمامية الشناوي وبرنامجه لتجهيزه لمواجهة الترجي. الوطن: سعد سمير يقود دفاع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا. يلا كرة: الترجي التونسي يبدأ استعداداته للقاء الأهلي بحالة من التفاؤل وبدون إصابات. موقع الصباح نيوز التونسي:
الجزائري مهدي عبيد شارف حكم لمواجهة الأهلي والترجي. موقع آخر أو آخر خبر أونلاين التونسي بيقول فرانس فوتبول تصرح أن الأهلي ريال مدريد القارة والترجي يوفنتوس أفريقيا. الصباح نيوز التونسي بيقول جمال إمام دفاع الترجي لا يطمئن ضد الأهلي. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي للنادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ونبتدي مع بوابه الشروق اللي قالت ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي على قدره الفريق في التاهل لدور الثمانيه للبطوله العربيه برغم التعادل مع الوصل الاماراتي 2-2 في ملعب برج العرب. قال محمد يوسف ان حظوظ النادي الاهلي لسه قويه جدا في التاهل من ملعب الوصل في لقاء الاياب واللي هيجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر ان شاء الله اللي جاي. وبرر محمد يوسف تراجع اداء الفريق قصاد ضيفه الاماراتي بسبب انشغال اللعيبه بلقاء الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد مدرب النادي الاهلي وحذر من نغمه الكعب العالي على الترجي وان الاهلي هيفوز باللقب بسهوله لان الفريق التونسي قوي وعنده طموحات قويه في تحقيق الفوز بالكاس. وقال كمان نغمه الكعب العالي هتضر الاهلي وهتيجي بنتائج عكسيه، واكد ان المباراه النهائيه هتكون 180 دقيقه، شوطها الاول هيكون في برج العرب والتاني ان شاء الله في ملعب رادس. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان صرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي انه مش راضي عن اداء الفريق في مباراه الوصل الاماراتي اللي اقيمت امبارح. وقال كارتيرون ان النادي الاهلي قدم مستوى كويس في الشوط الاول واحرز هدف، لكن الثقه الزايده للعيبه خلتهم ان هم يهدروا العديد من الفرص واللي كانت طبعا كفيله ان هم يخرجوا من المباراه دي بنتيجه كبيره، لكن فريق الوصل استغل الفرصه عشان يقدر يتقدم وقدرنا بعد كده ان احنا نتعادل في الوقت القاتل. وقال كارتيرون ان حكم المباراه ما احتسبش ركله جزاء صحيحه للفريق في الشوط الثاني وكلها امور قادت في النهايه للخروج بالنتيجه دي. واكد كمان ان اللعب بعدد من اللاعبين الاساسيين في المباراه ياتي لقناعته بصعوبه ابعاد اللاعبين الاساسيين عن فورمه المباريات، مؤكدا طبعا ان هو بيمتلك من الخبرات الفنيه ما يمنحه القدره على اختيار التشكيل الامثل. وقال كمان ان اللعيبه كانوا مشغولين ذهنيا بمباراه النهائي قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، واكد انه امر طبيعي جدا خصوصا ان المباراه دي هي الحدث الاهم بالنسبه لينا والجماهير النادي الاهلي. وقال كمان ان محمد الشناوي مش لا يشك او لو لم يشكو ابدا من اي اصابه قبل المباراه وده كان سبب ان هو يلعب بيه، واكد كمان ان الدفع بيه كان امر مهم جدا على المستوى الفني من اجل تجهيزه كمان لمباراه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. طيب مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.